جماعة إيران تأذينا والله. احنا ما تعلمنا نطخ روس، طبا منا طلعا منا وكلا، سنشكل لجنة تحقيقية للتعقب من هذه الأموال، فلوس ومناسب وسيارات حمايات وإدارة وموازنة وتخصيصات. والله هذا الظرف الذي يحكم، لا خلفة الله عليكم، ماكو شهداء وماكو سجناء وماكو جرحى، وعزلوا سدوها عيب. علي شلونك؟ الله يستر عليك ويحفظك استاذ نجم، السلام عليكم. حياك الله. انت اخوك معدوم بال 83؟ اي نعم. واعتبر من شهداء ضحايا النظام السابق؟ اي نعم، النظام البائد. نعم. زين، انتوا اخذتوا حقوقكم؟ لا والله ما حقنا لحد الان، ما اخذنا. شلون ما ماخذ؟ يقول والله ما ماخذين، عند الحجية تعبانه يعني، يمكن اقول لك حتى حاجتها جواها. زين، انت شنو مطينكم بس 10؟ مطينها 10، اخذتها بشهر 11 يمكن لو 12 العام. فسووا مقابله وياها، ما قابلها، كتبوا لها المن جايبها والمن رايح ماخذها، ليش ما جيت واحده؟ قلت لهم ما تطوني الا انا اجيبها واجي، شوفوها بعينكم، انت ما رايح اجزه وتريد تموت. فخصصوا لها المبلغ يجزئونه. زين، هي ما نعرف بيا ساعة، الله ياخذ امانتها والله يعطيها الصحة والعافية وطولة العمر. زين، انت من تعطيها 10 شو تسوي بيها؟ للحفاظات النطية الحجية لعيونها. المبلغ ايش قد كله؟ المبلغ 83، اعطوها 10. اي. وبعد عود هم ياخذها وهم يجيبها وهم يعطونها 10. زين، هم كلهم أقرانة، كلها اللي استلموا كلها 83 استلموها النقد، بس هي الحجية قام يجزون عليها وتقشف، مع العلم عندهم فلوس وسألت موجودة. اي يا با. والله وكيلك يجون من ايران استلموا، وحتى البيران استلموا، واحنا هنا ما استلمنا حقوقنا. سأل بيران مدلل خويا، البيران تعس، احنا عندنا بخت مثل بخت جماعة ايران. والله يعني ما ادري شو عندنا بخت يعني، مثل بخت جماعة ايران. تأذينا بس والله. احنا ما تعلمنا نطخ روس، لا الفلان ولا الفلان، اللي مدنقين روسهم يعرفونه. بعدين هذا من ضحايا النظام السابق، وانتو صارفين له، قدرت قطورة بالقطارة 5 ولا 15 ولا 10، شنو اصلا؟ عيب عيب، ما عندك سدل للمؤسسة، سته خلي تولي فلوس ومناصب وسيارات حمايات وإدارة وموازنة وتخصيصات. والله هذا الظرف الذي يحكم، انت مقربي شهيد او الى حقوق، غصبا عليكم تطوهيها. شنو تقطرون للناس؟ شنو تقطرون؟ ما عندك؟ خلص، ماكو شهداء وماكو سجناء وماكو جرحى، وعزلوا سدوها عيب. عندكم فلوس مواطن تقرون له بالمال، غصبا عليك تطيه، انتظرك نايم شهر شهرين ثلاثة أربعة، شنو لك 83؟ سوي له واسطة وتخابر عليه أو تتوسل له أو تترجاه، عود يطونا دفعة. ترى أنا كلش منزعج من هاي القضية، لو إلى حقوق وتطونا حقوقه غصبا عليكم، لأن القانون يقول. ترى والله اكو سوالف بيها قضايا ما تتسولف، أنطل الناس حقهم، لا خلفة الله عليكم، هاي حقوق كفلها القانون. تجي تقول للسسمة للمعالي وقال لك والله يا بهن ذن الموجودات، وذاك اليوم الحبابة انسجنت، ومرة من اجت وياي باللقاء يما فدل الله لازم البطل جايبته وياها من البيت، قلت ليش؟ قالت لا مو انا شوية تعبانة تخاف على روحها حتى ما يشربون مينة، طلعتوها من معونها. ناس إلها استحقاقات، إلها استحقاقات، مواليد 24، مرة تلبس لا إله إلا الله، يجيبونها بعربانة يودونها بعربانة، شنو تقطر لها 10 10؟ ليش؟ ليش ما عندك فلوس؟ ما سك قبل شوية قلت ذني بس ال 800 مليون دولار تغطي 6000 و7000 مؤسسة، طبا منا طلعا منا وكلا، سنشكل لجنة تحقيقية للتعقب من هذه الأموال بعد ما شو اسمه تربعت
حطوا لهاي الناس اللي هجمت بيوتها اللي انقصت رقابها حتى تصيرون حكام وتحكمون، بس طلعتوا ما بيكم حظ.